شو بيك انت؟ مريض حرارة طالعة. ما شفت الحكاية؟ ما في حكاية. لا مريض. من أينت انت هاك؟ مشي من الأسبوع. طلع حرارتك؟ وما شايفك الحكاية؟ في حدا؟ أبدا. وحكيت معهم انت؟ هذا الحرارة. نايم على باب الحمام ليكو شفتو كيف بيناموا العالم. فالسجن برومي لا صيدلية فيها دواء ولا أكل نظيف ولا نظافة ولا تعقيم وابتظاظ وزحمة ومكان سريع لانتشار الوباء. هذا نايم على باب الحمام ليكو شفتو كيف بيناموا العالم.